السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد الخضري من ماكس في ليرن. اليوم رح أعطيك معلومة جدا مهمة وحتفيدك كتير في الحياة العملية. هلا لو فرضنا إنه example I want you to print Father's Day، يعني بدي اياك تطبع لي هاي الجملة، يوم الأب Father's Day. شوف Father's Day، انت شايف هاي بنسميها ايش؟ الابوستروفي في الانجليزي، مزبوط ولا لا؟ فانت عشان تطبعها بتحط begin و end، بتحط dbms_output.butline، وبتحط بين quotation، بين single quotations الكلمة اللي بدك اياها. فانا لو اخذت هاي، شايفين؟ Ctrl+C، وجيت هون سويت لها Ctrl+V، ايوه راح الاقي صار عندي مشكلة معينة، لانه انا هون هذه العلامة single quotation والsingle quotations بيعرف انه يطبع، فشاف انه هون عنده كمان single quotations. عشان انت تحل هذا الموضوع شو بتسوي؟ بتحط كمان وحدة. فاذا انت لما تحط هون تنتين، يعني زي كأنه يطبع لي اياها وحدة. فهلأ لو حاولت تنفذها، اوكي، راح يتنفذ البلوك عندي. وخلينا نروح على الفيو dbms output ونسوي لها enable، اوكي. هلا نسوي لها مره ثانيه execute، فطلع عندي father's day. حلو الكلام. فاذا انا لما يكون في عندي string وبيحتوي على apostrophe زي هاي، فانا ما بتنطبع عندي، لانه انا اصلا بدي احط هون single quotation، بدي احط هون single quotations. فانا عشان احل المشكله شو بسوي؟ بحط كمان وحده. إذا كل تنتين من هدول بطلع لي واحدة. إذا هاي هي بشكل عام. طيب هلأ يعني البروغرامرز تعقدوا من هذا الموضوع، يعني صارت عندهم كابوس لما يكون في عندهم migration معينة وشغلات زي هيك، وبدهم يطبعوا apostrophe إلى آخره، فبتلاقي لك متلخبط عايش حياته، يعني مش عارف، كل شوية بدي يعرف انه وين في apostrophe يحط لها واحدة زيادة، فتعبته كتير. فشو صار عندي؟ هلأ صار اشي اوراكل اخترعوا اشي اسمه كيو، اللي هو بسموها الكيو نوتيشنز، اللي هي التدوين. فانت بتحط كيو وسنجل كوتيشن، هلأ نشرحها بالتفصيل. هلأ لو طبعنا هاي select today is the father day، today is the father day، هلا شو حنطبع هاي؟ شوفوا كيف. هلا طبعا بنسكر هاي لانه هاي SQL statement. شو انطبع؟ انطبع today is the father's day. اذا كل تنتين بتطبع واحدة، فطلعت واحدة، اذا ما في مشكلة. هلا اجت اوراكل قالتنا شو تسوي؟ بدل ما تغلب حالك انت، جيب لي الجملة الاصلية. هاي الجملة الاصلية صح؟ فيها ايش؟ فيها apostrophe واحدة، مزبوط هيها. طيب عشان انت تحل الموضوع، قال لك اوراكل بتكتب حرف كيو، اوكي، بعدين بتحط سنجل كوتيشن، بعدين بتعطي انت هون عندك اي كاركتر يكون بداية التدوين عنده، اوكي. هذا الكاركتر بتسكره، بعدين بتعطيه ايش؟ سنجل كوتيشنز. اذا اي اشي بين هاي وهاي راح ينطبع عندي هدول. فانت شو ما بدك هون حط 15000 وحده زي هاي، عادي ما في اي مشكله. اذا مره ثانيه اجت اوراكل للبروجرامرز قالت لهم بتحطوا كيو وبعدين سنجل كوتيشنز، بعدين بتحط اي رمز بدك اياه، قوس معكوف، اي شيء بدك اياه، وهذا يعتبر بدايه التدوين. بعدين هذا نفس القوس اللي حطيته بتنهيه، اوكي، تنهيه، وبتحط ايش انت هون عندك؟ بتحط كمان single quotations. فانا هون انا عرفت انه هون البداية وهون النهاية، الرمز قبلي quotation، الرمز بعدي single quotations. فاذا راح ينطبع زي ما هو، شوفوا هيا today is the father's day. هلأ شوفوا، انا بدل ما استخدم هالقوس شو استخدمت؟ استخدمت هذا القوس. فانا قلت له كيو، بعدين شو حطيت؟ حطيت single quotations، بعدين قلت له هاي بداية التدوين، بعدين هاي نهاية التدوين.
اذا كل الكلام اللي بكون هون بين هذا القوس وهذا القوس بنحط. فانت ممكن حط اللي بدك اياه. شوفوا هلا today is the father's day not the mother days. فانا هلا هون ما غلبت حالي في موضوع اني بدي ادور وين في يكون عندي apostrophe واحط لها واحده ثانيه، فالموضوع صار الموضوع اسهل. فهلا شوفوا نفذها اشتغلت بكل بساطه. هلا لو حطيت انت هلا هون x، ها لو حطيت x وهون حطيت هون x، شوف بدل القوس حطيت x صح؟ برضو راح تشتغل. شوف نفس الاشي. فانت فيك تسوي اي رمز بدك اياه، اي رمز بدك اياه. اذا هاي هي بشكل عام، انه انا هون عندي q بعدين single quotations بعدين بداية المدونة بعدين هاي نهاية المدونة، فاي اشي بالنص راح يجي زي ما هو. وضحت الصورة؟ اذا هاي هي نرجعها زي ما هو. اوكي؟ طيب هلا شو بنسوي؟ بنسوي نفس الاشي بالسكريبت. انا حسوي begin و end، حطيت dbms output line، حطيت father's day. هاي الطريقة القديمة. الطريقة القديمة انه والله هون عندي apostrophe فحسبب لي مشاكل فحضيف واحدة تانية. بعدين انا حستخدم هون الكيو، فانا هون قارن بين هاي وهاي حتلاقي هذا الموضوع اسهل بكتير انك تستخدم كيو، بعدين single quotations، بعدين بداية التدوين وهاي نهاية التدوين. فاذا هاي سهلت على البروجرامر بطريقة جدا رائعة. فانت ما حط اللي بدك اياه هون. بس ان شاء الله يكون في عندك 1000 ابوستروفي واي وسنجل كوتيشنز، ما بصير عندك اي مشكله. فاذا هلا انا نفذت هاي قال لي بي ال كومبليتد. خلينا نروح على الفيو فيو دي ام اس اوتبوت. اذا خلينا نمحي هاي ونفذها مره ثانيه. شوفوا فاذرز داي فاذرز داي، اذا نفس الشيء. اذا انا بنصحك لما يكون في عندك السترينج بيكون في ابوستروفي او سينجل كوتيشنز بدل ما تدوخ انت تستخدم هاي الكيو اشاره المدونه، وحاول تجربها في عده تمارين وحاول تخترع تمارين من عندك الزياده. اذا اتمنى ان تكون استفدت من هاي المعلومه اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.